السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام لاستعراض أبرز ما جاء في طيات الصحافة المحلية لمملكة البحرين لهذا اليوم الاثنين الموافق للثامن والعشرين من شهر ديسمبر لعام 2020. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع صحيفة الأيام والتي عنونت: في الفترة الأخيرة من مواجهة فيروس كورونا، ولي العهد رئيس الوزراء مواصلة الإجراءات الاحترازية ولا تهاون. الجمعة عطلة السنة الميلادية وتعوض بيوم الأحد. وإلى صحيفة الوطن والتي استهلت: تنفيذا لأمر ولي العهد رئيس الوزراء بدء إنشاءات شرق سترة الإسكاني. البحراني لصحيفة الوطن: الانتهاء من ميزانية عام 2021-2022 في شهر يناير. ومع صحيفة أخبار الخليج والتي نشرت: الداخلية، ادعاءات الجزيرة كاذبة ومضللة. أما صحيفة البلاد فقد عنونت: الصحة تعتزم تبني فكرة حياة بلس. نشرت صحيفة الأيام أن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام خلف قام بزيارة ميدانية لمشروع جنوب البحرين الدائري، وذلك لتفقد أعمال إنشاء المسار المخصص للدراجات الهوائية، إذ بلغت نسبة الإنجاز فيه 40%. كما وبينت صحيفة الأيام أن جمعية مصارف البحرين وبالتعاون مع مصرف البحرين المركزي نظموا برنامجا تدريبيا، وذلك بهدف تعزيز معارفهم بأهمية التوجه أكثر نحو ما يسمى بالقروض الخضراء، وهي الموجهة للمشروعات التي تراعي الحفاظ على البيئة ودعم الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة. بقلم الكاتب أحمد زمان نقرأ مقالا في صحيفة الأيام والذي جاء بعنوان وداعا 2020، فإلى سطور هذا المقال: 4 أيام وينقضي العام الميلادي الحالي 2020 لنستقبل بالبشر والترحاب العام الميلادي الجديد 2021، وهو عام نأمل أن يكون عام خير وسلام على الأمتين العربية والإسلامية وعلى شعوب العالم قاطبة. 4 أيام ويحمل العام الحالي 2020 عصاه ليرحل عن عالمنا، حيث تحملنا فيه من الآلام والتبعات شيء الكثير. أيام معدودات ينقضي العام الحالي، نودعه بما فيه من مسرات ومنغصات، نستقبل عاما جديدا نأمل أن يكون أفضل من سابقه، وأن تتحقق فيه آمالنا على المستوى الشخصي وعلى المستويات الوطنية والعربية والدولية. عامنا الذي سنودعه غير آسفين عليه إن نكب فيه العالم أجمع بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وأصيب به مئات الملايين في أنحاء المعمورة، ومات بسببه أكثر من 2 مليون شخص حتى الآن. نتحول إلى صحيفة أخبار الخليج، حيث نشرت أن وزارة الداخلية أكدت بأن قناة الجزيرة القطرية تقود حملة إعلامية كاذبة تستهدف المساس بالسمعة الحقوقية لمملكة البحرين وإنجازاتها، والإساءة للعلاقات المتميزة مع المملكة المتحدة. وأوضحت الداخلية أن ما قامت بنشره قناة الجزيرة القطرية من ادعاءات حول زيارة وزيرة الداخلية بالمملكة المتحدة إلى مديرية شرطة المحرق في 6 من شهر ديسمبر الجاري جاءت على هامش زيارتها لمملكة البحرين للمشاركة في حوار المنامة، بينة أن تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة.
هذا ونشر الصحيفة أخبار الخليج مقالا للكاتب محميد المحميد والذي جاء بعنوان توقف للحد من الشائعات. فإلى هذا المقال. بالأمس أطلقت وزارة الصحة حملة وطنية باسم توقف، وذلك للحد من تداول الأخبار غير الموثوقة ونقل الإشاعات عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة تلك التي انتشرت مؤخرا. مهما كان حسن النوايا فيها، إنها قد تتسبب في إثارة المخاوف والهواجس ونشر المغالطات، وقد تؤدي إلى عرقلة جهود فريق البحرين الطبي. دعوة وزارة الصحة مسؤولية وأمانة وشراكة مجتمعية تستلزم من الجميع القيام بدورهم الوطني مهما كان المعني بالأمر، سواء كان صاحب موقع أو حساب أو عضوا في جروب واتساب أو حتى شخص يمتلك هاتفا نقالا ووصلت إليه رسالة من دون مصدر رسمي، فالواجب مسحها وعدم تناقلها ونشرها، بل التحذير منها والقيام بدور توعوي وطني أيا كان شكل تلك الرسالة. حملة توقف عن نشر الشائعات يجب أن لا تقتصر فقط على المواضيع الصحية وجهود فريق البحرين الطبي لمكافحة جائحة كورونا، إنما ينبغي أن تكون حملة وطنية تمتد إلى كافة شؤون الحياة والمجالات والقطاعات، وتكون حاضرة دائما في كل الرسائل والمعلومات والأخبار على مدار السنة. هذه من مهام ومسؤوليات كل أفراد المجتمع. نقرأ من صحيفة أخبار الخليج أن جمعية الأنترنت الدولية صنفت مملكة البحرين كواحدة من بين أفضل 19 دولة على مستوى العالم في مجال خدمات الأنترنت، اعتمادا على سرعة نمو الأنترنت في المملكة وموثوقية واستدامة شبكة الأنترنت وقدرتها على تلبية متطلبات حفظ البيانات والتبادل. ننتقل إلى صحيفة الوطن، حيث أعلن الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، أعلن عن البدء في الأعمال الإنشائية في مشروع مدينة شرق سترة الإسكاني، مشيرا إلى أن تكلفة المشروع تبلغ 260 مليون دينار، وذلك من خلال توفير أكثر من 3000 وحدة سكنية وقسيمة على 3 مراحل. إلى ذلك نطالع من صحيفة الوطن أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين أعلنت عن إطلاق الحملة الوطنية المشتركة مكافحة التستر التجاري من خلال اتخاذ الإجراءات الإدارية في هذا الشأن، وقد حددت العقوبة بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة وبالغرامة التي لا تتجاوز 1000 دينار بحريني، بالإضافة إلى الحكم بمحو القيد من السجل التجاري. لفتت صحيفة الوطن أن العضو البلدي محمد الدوسري كشف عن تأجيل افتتاح سوق المزارعين في حديقة البديع النباتية حتى إشعار آخر بسبب الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا. إلى صحيفة البلاد، حيث أكدت وزيرة الصحة فائق الصالح عن تبني فكرة المنصة الوطنية للتبرع بالدم حياة إبلس المقدمة من مستشار الاتصال والعلاقات الدولية بوزارة شؤون الأعلام مهند النعيمي، والتي قد تأهلت مسبقا ضمن المسابقة النهائية من مسابقة الابتكار الحكومي فكرة. هذا ونشر صحيفة البلاد مقالا للكاتبة بثينة خليفة قاسم والذي جاء بعنوان دليل حسن النوايا البحرينية. فإلى هذا المقال.
من أهم سمات السياسة الخارجية البحرينية في عهد جلالة الملك عاهل البلاد المفدى حمد بن عيسى آل خليفة الحكمة وعدم الميل إلى التصعيد مع أي طرف من الأطراف، هذا هو ما يكسب البحرين سمعة دولية طيبة ويحافظ على علاقاتها مع الدول الشقيقة. البحرين قامت بتضميد جراح مواطنيها البحارة الذين تعرضوا لأضرار مادية ونفسية بسبب الإجراءات القطرية التي اتخذت ضدهم، حيث صدرت التوجيهات الملكية السامية بتعويض هؤلاء البحارة بعد حصر الأضرار التي تعرضوا لها. البحرين تداوي مواطنيها بنفسها دون ما تصعيد أو إثارة، هذه هي الحكمة البحرينية في أوضح صورها، خاصة عندما نضيف إلى ذلك قرارات وتصريحات كل المؤسسات البحرينية حول قضية الصيد. وبخط قلم الكاتب أسامة الماجد نقرأ مقالا له بعنوان الشرطة النسائية البحرينية لوحة من الشرف والعطاء، فإلى هذا المقال. لقد أصبحت الشرطة النسائية في البحرين أنموذجا يشار إليه بالبنان على مستوى المنطقة العربية، حيث تعتبر شريكا أساسيا في حفظ أمن الوطن وصون مكتسباته ودفع عملية التنمية. عندما نتحدث عن الشرطة النسائية في البحرين، نحن نتحدث عن تاريخ طويل من التضحيات لتوفير الأمن والأمان للمواطن والمقيم، ولوحة من الشرف والعطاء على مدى 50 عاما قطعتها في خدمة الوطن والقيادة، ولا تزال تقوم بأروع البطولات في ساحة الشرف معاهدة الوطن على متابعة المسيرة. الشرطة النسائية في البحرين تجارب غنية وتدريب حديث وضبط تام وتنظيم متطور ومهنية واحترافية وتسلح بالعلم والمعرفة في المجالات الأمنية. استطاعت المرأة البحرينية بكل اقتدار في هذه الوزارة العتيدة أن تتقلد أرفع المناصب وتتساوى مع الرجل في مختلف الميادين. وإلى فن الكاريكاتير من صحيفة البلاد. إلى هنا مشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم، ولمزيد من الأخبار والمستجدات بالإمكان متابعة القنوات التفاعلية لمركز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة على الشاشة، كما بالإمكان متابعة باقة البرامج والبث المباشر عبر تطبيق BHTV and Radio وموقع live.bh. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.